وطبعا زي ما نهاوند بتقول اكيد يعني الانجازات دي ليها كواليس وراها مجهودات كبيره، عايزين يعني على قد ما نقدر نلخصها كده في لقائنا مع حضرتك. ولو تسمح لنا نبتدي بتكريم الامس من السيد وزير الشباب والرياضه وانعكاس هذا التكريم على اللاعبين والمسؤولين. بس انا عايز اوصل حضرتك دكتور اشرف صبحي، بالنسبه لنا مش مجرد وزير، احنا تعاقب حياتنا الرياضيه عشنا طول حياتنا في الملعب، فتعاقب علينا وزراء كتير. لكني يعني عارف انك عارف قصتنا، احنا حكيناها قبل كده بس بريف سريع، احنا رياضه قعدنا 20 سنه نبحث عن كيان، عارف امر صعب قوي. فيجي وزير قوي، وزير مهتم بالتفاصيل الرياضيه، وزير مهتم بالالعاب الاخرى غير كره القدم، يعني كره القدم وغيرها، فالعابنا الفرديه كانت كتير قوي بتتظلم، وجي ينتصر لنا ويتعمل لنا اتحاد، فهو ليه عندنا معزه غير عاديه عند كل ولاد لعبه الكيك بوكسنج في مصر. اكيد. فلما بيستقبلنا احنا احد انجازاته هو كوزير. ليه؟ لانه في عهده انشئ اكتر من اتحاد رياضي، احنا واحد منهم. صحيح. واحنا في سنه واحده قدرنا نعمل اكتر من انجاز، مش البطوله العربيه بس، احنا عملنا البطوله الافريقيه جبنا اول كاس افريقيا. والبطوله العربيه جبنا اول سيدات في البطوله العربيه للكيك بوكسنج، وتاني رجال في اسلوب الكي واجب. في عملنا نظمنا بطوله افريقيا للسامبو على ارض مصر، وكان في يعني دعم غير عادي. كل نقطه من دول تحتاج حوار كتير بس اتبلور، بس بدايه قويه كمان للنشاط الاتحاد. طبعا حضرتك فاكر احنا لما جينا قلنا ان احنا عندنا حلم كبير، ان احنا نثبت للعالم ونثبت للمصريين اللعبه دي هي افضل لعبه في مصر. اجتهدنا ان احنا نوصل في كل مكان في الجمهوريه، كل مركز شباب، كل نادي، بقينا الى حد ما اي ولي امر يقدر يبحث عن الكيك بوكسنج هيلاقيه موجود قريب منه، اي جيم خاص هتلاقينا موجودين. ثم حاولنا نعمل منتخبات لمراحل مختلفه، منتخبات للبراعم، للناشئين، للشباب، للكبار. معظم الالعاب بيهتم بس بالدرجه الاولى، لكن احنا حاولنا نوزع مجهودنا على كل المراحل. لما جينا نختار منتخبات قوميه اخترنا الاصغر سنا، يعني لو تساوى الاثنين في المستوى لا هاخد الاصغر اللي هيقعد معايا فتره اطول. لما جينا نعمل اعداد التصفيات مره واثنين وثلاثه واربعه، انا مش متوفر ليا اقدر اطلع اكتر من معسكر دولي او اقدر اطلع اكتر من لقاء دولي، فكانت لا معلش المعسكرات الخارجيه يعني مش متوفره ولا محدوده؟ لا احنا اتحاد جديد موارده الى حد ما لسه محدوده. اوكي. يعني الناس بتحسدنا ان احنا سبقنا بالتزامن كمان مع موضوع كورونا، وده اكيد يعني ليه برضه انعكاسات. تمام. هو الناس شايفانا بنعمل نشاط كبير وبيجي لنا اعداد كتيره، فده بيوفر لنا مليات الى حد ما مناسبه، قدرنا ندير مواردنا صح عشان نقدر بدل ما نستعد برضو للبطوله على الاقل. بس ما اقدرش اطلع معسكر خارجي لان المعسكر الخارجي ميزانيته بالنسبه لي كتيره، فكان معسكرات الداخليه التجارب المختلفه مع اللاعبين المختلفه مع افضل العناصر جوه منتخب مصر لحد ما حددنا هم دول اتعمل لهم اعداد مناسب، اولا في معسكر مفتوح ثم معسكر مغلق. هم دول اعدادهم ما كانش اعداد بس مهاري او بدني، لا اعداد مهاري وبدني ونفسي على اساس ان الاولاد دول في اول مشاركاتهم يقدروا يعملوا نتيجه كويسه. لما طلعوا كاس افريقيا فاجئوا الدنيا كلها، مصر جت اول افريقيا. مفاجاه يعني عارف حضرتك، هي دي مش اول مره تحصل فعلا في رياضه لسه بتكون يعني ناشئه او يعني لسه ايه بتاخد وضعها في مصر، بس بتروح وتلاقي مصر حصدت اللقب او البطوله او الميداليه الذهبيه فيها او في حاجة برضو مختلفة. لا في حاجة والله العظيم بجد، ده فرشور فيها حاجة حلوة، وفي حاجة فيه نحنا حلوة برضو كمصريين على فكرة. الإرادة يعني ممكن تعدي بيها شوط كبير قوي عن استعدادات بدنية وغيره وغيره. لا الإرادة غير، السمات النفسية اللي عند أولادنا، السمات البدنية اللي عند أولادنا، الإصرار، عزيمتهم ان هم يعملوا حاجه، ده دافع كبير جدا مع شغلنا احنا كاتحادات، وبنحاول نوفر لهم الجو المناسب. الى انهم رجعنا استعدنا اكتر، البطوله العربيه عندنا صعبه شويتين ثلاثه لتفاصيل يمكن مش حابب اتكلم عنها قوي، بس هي في تفاصيل يعني لما طلعنا اصعب من الافريقيه، اصعب لاسباب. فلما طلعنا البطوله العربيه البنات ما حدش واقف قدامهم، دايما حد بيسجع البنات ما حدش واقف قدامهم، يعني عايز اقول لك البنات اللي بره العرب بيقولوا انتوا مش عندكم بنات، يعني مش عندكم بنات، ده البنات عندكم زي الرجاله. الواقع يعني هناخدها از كومبلمنت، يعني هناخدها مجامله مش مهم. في الاصرار البنات زي القمر، ما زعلوا مني ولا حاجه. لا هو مش كلامك، لا اقصد في الاصرار، في عزيمتهم، في يعني في قدراتهم، بتلاقي مقاتل بيلعب. يعني انا عايز اقول لك اللي بيكلمني ده مين؟ اللي هو الخصوم، الاولاد الاول المنافسين، البنات المنافسين.
احنا انتوا جايين يعني براحة علينا يعني حاجه عظيمه.